يقول السائل، يقول امرأة مسلمة، هذا سؤال من خارج هذه البلاد، يقول امرأة مسلمة من خارج هذه البلاد قد توفي زوجها ولها ولدان، قد تقدم رجل للزواج بها فأخبرت أباها الذي يكون أو الذي يسكن في بلد آخر، تقول قام هذا الأب أو قام أبي بتوكيل ابنه الذي يعيش قريبا منا، وهذا الأخ يتكاسل ولا يلتفت إليها ولن يقوم بتزويجها والواجب معها، ما نصيحتكم لها؟ إذا ما قبل الوكالة تطلب من والدها أن يوكل غيره. نعم، انتهى.